صباح النور مليك، تحية لك وتحية لكل مشاهدي قناة نسمة وكل المستمعين. امتعنا جزء أخبار. الخبر الأول يجي من سيدي بوزيد كاتب الدولة للفلاحة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري سيد عبدالله الرابحي، وصل صباح اليوم إلى ولاية سيدي بوزيد في زيارة عمل للوقوف على مشاكل الجمعيات المائية. كاتب الدولة يقوم الآن بعديد الزيارات الميدانية لعدد من المعتمديات على غرار معتمديات جلمة وبير الحفي وسيدي بوزيد الشرقية، ويختتم الزيارة بعقد جلسة عمل في هذا الخصوص بمقر ولاية سيدي بوزيد. الخبر الثاني، عمال المركب الفلاحي بالطويلة ينفذون الآن وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية سيدي بوزيد ويغلقون الشارع الرئيسي للمدينة بالشاحنات والجرارات، ويطالبون بعدم منح قطعة أرض على ملك الدولة على ملك المركب الفلاحي بالطويلة إلى مهندس فلاحي مستثمر، ويطالبوا بإبقائها على ملك الدولة أو منحها لعمال المركب. هذا شعارنا مليك، شكرا ليك لك الخط.